التعاون لضمان أمن المجتمع الدولي والآليات الدولية لمواجهة التحديات المعاصرة لتسوية الأزمات كانت أبرز الملفات التي ناقشها مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي. روسيا واجهت نقدا للسياسات الأمريكية باعتبارها تهدد أمنها لا سيما خطة الدرع الصاروخي. حلف الناتو يوسع وجوده قرب الحدود الروسية وهذا الأمر مرفوض، ولدينا الحق في الرد. إن الولايات المتحدة تنشر منظومات صاروخية مع الناتو وتعلن أنها موجهة ضد روسيا والصين. لافروف أعرب عن قناعته بأن امتناع الغرب عن الحوار مع موسكو يدل على ضعف مواقفه، ودعا إلى توحيد الجهود لتشكيل جبهة عالمية لمكافحة الإرهاب بإشراف الأمم المتحدة. أزمات الشرق الأوسط كانت من أهم ملفات المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة داعش والجماعات الإرهابية والتهديدات الإيرانية للاستقرار والأمن. تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر في إطار ما تبليه من اهتمام من مشاركة الفاعل في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979 في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب. العديد من الخبراء المشاركين في المؤتمر أكد أهمية المؤتمر لإطلاع المجتمع الدولي على أوضاع البوار الساخنة وتبادل وجهات النظر لحل أزماتها. المشاركة هي لتوضيح الصورة الحقيقية اللي مر بها بلادنا من إرهاب، يعني طال كل شيء يعني. مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي شارك فيه ممثل نحو 95 مؤسسة عسكرية وبحثية من دول العالم، ضمنهم 35 وزيرا. ويمكن القول أن مؤتمر موسكو للأمن الدولي في دورته الثامنة رغم انتقاداته لسياسات الولايات المتحدة وحلف الناتو، لكنه حرص على التوصل إلى تفاهمات مشتركة وتقارب في وجهات نظر المشاركين فيه في حواراته وتوصيات جلساته. مازن عباس، العربية، موسكو.